أسعدتم مساء مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية والمفصلة من قناة الغد المشرق. نستهلها معكم بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يؤكد أنه بادر سريعا لاحتواء أحداث شبوة وقطع دابر الفتنة، ويعلن تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث. هدوء في عاصمة شبوة عتق بعد إنهاء تمرد الإخوان، والمواطنون يعبرون عن فرحتهم بعد دحر القوات المتمردة. معركة شبوة مخطط إخواني انتهى بقمع التمرد وإفشال مخططاتهم للسيطرة على المحافظة. كانت هذه العناوين ومنها إلى التفاصيل. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي إن المجلس بادر سريعا لاحتواء الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة وقطع دابر الفتنة والمسؤولين عنها، معلنا تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث. عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة، أصدر مجلس القيادة الرئاسي بيانا أوضح فيه حقيقة الأوضاع في المحافظة ومبادرة المجلس لقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي وعد بإطلاع الرأي العام حول نتائجها أولا بأول. وجاء في بيان رئيس المجلس القيادي تأكيده على وقوف المجلس على تلك الأحداث المؤسفة والعمل على معالجتها بروح التوافق وفقا لإعلان نقل السلطة، وأبدى أسفه لخلق هذا الصراع شقا في التوافق الذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة بتوفيق من الله ثم بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأكد الرئيس العليمي مبادرة المجلس بموجب مسؤوليته الدستورية إلى الاستجابة السريعة ومحاسبة المسؤولين عن إثارة الفتنة ودعم رمز الدولة وهيبتها الممثلة بالسلطة المحلية وقيادتها في سبيل وقف نزيف الدم وإنفاذ إرادة الدولة، حيث اتخذ المجلس جملة من الإجراءات منها إقالة بعض القادة في المحافظة، إضافة إلى تعليمات أخرى لتطبيع الأوضاع بما في ذلك تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة وفقا لإعلان نقل السلطة. وستقوم هذه اللجنة بتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إزهاق الأرواح من أبناء محافظة شبوة وتحديد مسؤولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ودورها في تلك الأحداث، ورفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما وأعرب المجلس عن بالغ أسفه وعميق حزنه ومواساته لأسر الضحايا وخصوصا المدنيين الأبرياء، وتأكيد التزام الدولة بجبر ضررهم ومعالجة آثار هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها. وفي ختام البيان جدد الرئيس العليمي مناشدة القوى والمكونات السياسية بتجسيد روح التوافق والشراكة دون إقصاء والعمل على وحدة الصف لمواجهة الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني التوسعي في المنطقة. نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية الأنباء المتداولة بشأن لقاء ثنائي بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وقيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح بشأن الأحداث الأخيرة في محافظة شبوة. وأكد المصدر تفهم كافة الأطراف والقوى الوطنية لطبيعة المرحلة الراهنة وأولوية وحدة الصف والالتفاف حول الهدف الأسمى والمتمثل باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. وأشار المصدر إلى أن البيان الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة بمسار الأحداث والتي شهدتها مدينة عتق، بما في ذلك جبر ضرر المواطنين والتزام الدولة بمعالجة كافة الآثار المترتبة على تلك الأحداث المؤسفة. عثرت القوات الجنوبية على سجون سرية تابعة للقوات الخاصة الموالية للإخوان في محافظة شبوة والتي كان يقودها عبد رب العكب. وآتى الكشف عن هذه السجون السرية بعد تحرير معسكر القوات الخاصة ودحر التمرد. هذا السجن تابع للعكب كما تشوفون الآن تحت الأرض. شوفه أرضي بدروم. مبنى القوات الخاصة سجن جنوب المواطنين وهو زنزانه
الخلفية و هذه الضغطات اللي كان افراد المساجين داخلها يعانوا المواطنين من الصفر. هذه هي الضغطات اللي تتبع العكب. عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة عتق بعد السيطرة العسكرية الكاملة على مواقع التمرد الإخواني، والذي جاء على خلفية قرار المحافظ القاضي بإقالة قيادات عسكرية إخوانية هناك. فشل التمرد الإخواني في شبوة وسقطت بوابة الحصن كما يقال، والأهم من ذلك هو قطع الخيط الناظم بين معسكرات التنظيم في المنطقة. فشبوة تتاخم محافظة مأرب مركز التحكم الإخواني، حيث يتم هناك طبخ المؤامرات وتنسيق التخادم بين التنظيم الإرهابي والحوثي الإنقلابي ومسرح التدخل الاستخباراتي الأجنبي والمخزن اللوجستي ومنفذ التهريب. كل ذلك يؤكد أن التمرد الإخواني في عتق هو مجرد شرارة لحملة عسكرية أو غزوة عسكرية طبقا لمصطلح المرشد، تكبر أهدافها طموح عسكري مكابر يخرج من طور العقيدة العسكرية ويمارس العصيان. نوعية التحرك وطبيعة الآليات العسكرية المستخدمة وجاهزية الهجوم لدى التنظيم تؤكد صحة ما تقدم ذكره. فورية التدخل السياسي الذي وكب التمرد ونجاعة التدخل العسكري وجودة التنسيق والرفض الشعبي عوامل من بين أخرى ساعدت في تلافي الموقف وساهمت في إعادة الحياة إلى طبيعتها. قرار صبياني من ضابط مطمور قذفت به سانحة سياسية جانبت الصواب وأخطأت التقدير ذات مرحلة من مراحل التلاعب بالوطن، يكلف شيخا أنهكه المرض فقدان أدويته المزمنة وينقل طفلا بريئا من حضن أمه إلى أسرة المشافي مثخنا بالجراح يكابد الألم ويبحث عن قطرة حليب، ناهيك عن الضرر النفسي والبدني الذي خلفه التمرد. تلك إذن إحدى فواتير التنظيم الإخواني أينما وجد، لأنه يبحث عن غايته ولا يكلف نفسه عناء تبرير الوسيلة. تحررت عتق وهزم التنظيم الإخواني وتكشفت سوءاته وخسر الموقع الجغرافي المناسب ولم يستفد من عامل الحسم، فماذا بعد عتق؟ عبر مواطنو مدينة عتق عن سعادتهم وارتياحهم بعد دحر القوات الإخوانية المتمردة وعودة الحياة الطبيعية للمدينة، وأشادوا بانتصارات قوات العمالقة ودفاع شبوة. نقول أخواننا العمالقة ودفاع شبوة نشكرهم بما قاموا به من جهد من شان الأمن والأمان، ونطلب من الله العلي العظيم أن يحفظ اليمن. نحيي ونأيد القرارات الرئاسية التي تحول على يعني إعادة الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، ونحيي ونقف إلى جانب محافظة شبوة المسنود بالقرارات الرئاسية والتحالف العربي، وإن شاء الله نواصل مشواره في دحر العناصر الإخوانية المتمردة. الحمد لله بدأوا الناس اليوم يدخلون السوق الحمد لله، وبدأ الأمن وبدأوا الناس ينزلون من بيوتهم الحمد لله، وبدأوا يشترون الخام والبضائع، وإن شاء الله نشكر المحافظ على الأمن والاستقرار والحمد لله كل شيء على ما يرام الحمد لله. من أمس كانوا الناس في بيوتهم، واليوم صبحوا الناس إن شاء الله يجون السوق ويشترون البضائع الحمد لله وكل شيء تمام. نشكر ولاية العمالقة الجنوبية والدفاع على تأمين المحافظة والجهود اللي أبذلوها، ونشكر المحافظ شبوة على تأمين المحافظة وضبط الأمن. لم تكن معركة شبوة وليدة اللحظة، ولكن كان مخطط لها مسبقا من قبل التنظيم الإخواني، حيث تدور أحداثها منذ تولي الشيخ عوض بن الوزير العلقي رأس السلطة المحلية في 25 من شهر ديسمبر العام الماضي. معركة شبوة الأخيرة التي انتهت بقمع التمرد والسيطرة الكاملة على عتق من قبل قوات العمالقة ودفاع شبوة، هذه المعركة لم تكن وليدة اللحظة، ولكن كان مخطط لها مسبقا من قبل التنظيم الإخواني، حيث تدور أحداثها منذ تولي الشيخ عوض بن الوزير العولقي رأس السلطة المحلية في 25 من ديسمبر من عام 2021، لتدخل المحافظة النفطية عهدا جديدا من مواجهة الحوثي والإخوان سويا.
شرارة الأحداث بدأت عندما استدعى محافظ شبوة رئيس اللجنة الأمنية إلى عقد اجتماعات دورية مع القوات الأمنية والعسكرية بما فيه تلك الخاضعة للإخوان إلى جانب قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة انطلاقا من مبدأ الشراكة والتوافق، وذلك من أجل تنفيذ حملة أمنية واسعة ضد الإرهاب وخلايا الفوضى. وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتثبيت الأمن، والتزمت قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة وحدها بتوجيهات المحافظ، فيما تنصلت القوات الموالية للإخوان من ضمنها القوات الخاصة بقيادة العكب، كما تم رصد الأخير وهو يشتري أسلحة بملايين الريالات، ما بعث رسائل تهديد مباشرة للسلطة المحلية من نوايا الرجل للاستعداد لتفجير معركة مقبلة. عدم الانصياع للأوامر من قبل قوات الإخوان أجبر محافظ شبوة للتدخل في إدارة الملف الأمني بنفسه، حيث وصل حد التواطؤ من قبل قوات الإخوان للتعاون مع خلايا إجرامية لزرع عبوات لاستهداف دفاع شبوة والعمالقة في خطوط الإمداد خدمة للحوثيين، ما دفع المحافظ لإبلاغ وزارة الداخلية بضرورة تغيير بعض القيادات الأمنية في القوات الخاصة، إلا أن الأخير لم يستجب، وهو ما اعتبر بداية شرارة لأزمة بدأت بالتراكم على الأرض بين السلطة المحلية وقوات موالية للإخوان. ومنذ فجر الاثنين قاد الإخوان وقيادات موالية لهم في محور عتق والقوات الخاصة والنجدة في شبوة تمردا على الشرعية وانقلابا مكتمل الأركان على السلطة المحلية، ما فجر مواجهات طاحنة استمرت لثلاثة أيام استطاعت من خلاله قوات العمالقة ودفاع شبوة من بسط السيطرة الكاملة على عتق بالكامل. في لعبة مكشوفة قدم عبد الله العليمي عضو المجلس الرئاسي والمحسوب على الإخوان استقالته من المجلس الرئاسي مباشرة بعد فشل التمرد الإخواني في عتق. استقالة العليمي لعبة مكشوفة بكل المقاييس، باختصار هي جزء من فشل المخطط والذي رتب له الإخوان منذ فترة، وركبوا بشكل مفضوح موجة القرار الذي اتخذه محافظ شبوة. فمتى كان التنظيم ينتهج سياسة الاستقالة؟ ومتى ناور على الخروج من السلطة وهو المعروف بحب السلطة والتسلط؟ استقالة عضو التنظيم الإخواني في المجلس الرئاسي أراد لها أن تكون ردة فعل، ولكن الأمر ليس كذلك، فهي عمل منسق يهدف إلى التشويش على الإجماع العام والذي جاء ضمن مشاورات يمنية لم تكن في حسبان الإخوان نتائجها. إذن هي بالحساب البسيط خطة بديلة وضعت تحسبا لفشل التمرد وانتفاء السيطرة على عتق كنوع من خلط الأوراق، عملية غير محسوبة العواقب أسقطت كل حسابات الإخوان في المشهدين العسكري والسياسي، خصوصا في هذا الظرف بالذات. القرارات الأخيرة التي اتخذها محافظ شبوة والتي أدت إلى إنهاء التمرد لفتت الأنظار إلى هذا الرجل بوصفه قائدا وطنيا حسم الموقف لصالح المشروع الوطني والشرعية. عوض بن الوزير رجل في الأخبار، رجل له من اسمه نصيب، فالوزارة هي الصدارة، والصدارة كفاءة بامتياز، امتياز جعل من الرجل حديث الساعة وجعل الأنظار تلتفت إليه بإعجاب لشجاعته وجرأته والاحترامه لذاته ووطنه ومواطنيه. فالمحافظ الذي استلم قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة منذ بضعة شهور بعد حكم الإخوان للمحافظة استطاع أن يقطع دابر الإخوان في شبوة بتوجيهه لهم الضربة القاضية التي لن يفيقوا بعدها أبدا. كسر ابن الوزير أخشام الإخوان ومرغ أنوفهم في التراب وبدد أحلامهم في البقاء عندما انحاز للوطن وللشرعية ورفع شعار شبوة أولا الذي التف حوله أبناء شبوة بمختلف أطيافهم، كونه الشعار الذي لم يرفع منذ 30 عاما، شعار يسعى ابن الوزير لتحويله إلى واقع من خلال تمكين أبناء شبوة من إدارة محافظتهم وحماية ثرواتها ومواردها وتسخيرها لصالح المواطن الشبواني الذي حرم منها طوال العقود الماضية. ومنذ الأيام الأولى لتعيينه محافظا
اعتمد ابن الوزير سياسة الاحتواء والحكمة لكل الطيف السياسي والقبلي وإصلاح ما أفسدته منظومة الإخوان والضرر الذي ألحقته بالنسيج الاجتماعي والقبلي في شبوة. وفي الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة لعب ابن الوزير دورا محوريا في محاولة توحيد الجهود وإيجاد الحلول لمنع الفتنة، إلا أن كل جهوده اصطدمت بتعنت الإخوان ورغبتهم في السيطرة على المحافظة مهما كانت الكلفة. إذا لم تتجه الأمور في التصحيح الصح، أنا أريد أبناء شبوة شبوة، ليش تبع حزب الفلاني ولا توجه السياسي الثاني؟ حزبهم شبوة، محافظتهم شبوة، أمنها واستقرارها، هذا هو هدف الجميع. أيوه هذا الذي نمشي عليه، لكن للأسف شوف أنه يا أنا يا الطوفان، هذا لن نسمح به، يا أنا يا الطوفان لن نسمح به، شبوة في ذمتي قبل أي واحد. وبالرغم من تنفيذ الإخوان تهديدهم ووعيدهم واستخدام القوة والسلاح الثقيل وقصف المنشآت المدنية واقتحام المستشفيات وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، إلا أن المحافظة حاولت تجنب الاصطدام ولكن دون جدوى، فاتخذ القرار الوطني في الوقت المناسب كرجل دولة من العيار الثقيل لا يخشى في الله لومة لائم ولا جوقة الإخوانج، لذا حظيت قراراته بتأييد مجلس القيادة الرئاسي. وبنهاية الأحداث في شبوة يسدل الستار على عهد الإخوان الظلامي ومشاريعهم المشبوهة في هذا النطاق الجغرافي الاستراتيجي من اليمن، ستار أسدله ابن الوزير رجل الدولة والقيادي الوطني وقاهر الإخوان. عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بشأن العنف في محافظة شبوة إثر تمرد القوات الإخوانية على قرارات مجلس القيادة الرئاسي. وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاغن في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية لدى اليمن أن بلاده تشعر بقلق عميق بشأن العنف في محافظة شبوة. وأبدى فاغن ترحيب واشنطن بجهود الرئيس رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي في تهدئة الأوضاع. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك دعم الحكومة الكامل لقيادة السلطة المحلية الجديدة بمحافظة حضرموت لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين التي تمس حياتهم ومعيشتهم اليومية واستكمال وتنفيذ مشاريع خدمية للدفع بعجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة. وطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجره مع محافظ حضرموت مبخوت من ماضي على خطة السلطة المحلية لمواصلة الجهود في تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين ومعالجة أي تحديات والدعم الحكومي المطلوب لإسناد هذه الجهود. ووجه رئيس الوزراء السلطة المحلية في محافظة حضرموت بالتركيز على المشاريع ذات الأولوية في الجوانب الخدمية وخاصة ما يتصل بتحسين خدمة الكهرباء والمياه. تمكنت القوات الجنوبية والمشتركة المرابطة في قطاع الفاخر شمالي الضالع من كسر محاولة هجومية للميليشيات الحوثية باتجاه مواقعها في تباب عثمان، حيث حاولت مجاميع من عناصر ميليشيات الحوثية التسلل وإطلاق قاذفات مدفعية باتجاه المواقع المتقدمة لتباب عثمان الاستراتيجية، إلا أنها فشلت في ظل يقظة القوات الجنوبية. ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة سقطرى برئاسة المحافظ رأفت الثقلي الوضع الأمني بالمحافظة والإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في الأرخبيل. وشدد المحافظ على تعزيز اليقظة الأمنية بمختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية، مؤكدا أن هناك جهودا مبذولة مع وزارتي الدفاع والداخلية لحل كافة الصعوبات التي واجهت العمل الأمني والعسكري في الفترة السابقة والنهوض بواقع وأداء القطاعين الأمني والعسكري لمستويات أفضل. واصلت لجنة مجلس النواب الخاصة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة اجتماعها بالعاصمة عدن، وتمت مناقشة سياسات الإجراءات والخطوات الواردة في بيان الحكومة وتصحيح استخدام الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاختلالات للإنفاق العام وتحسين حجم الموارد العامة ووضع تصور من قبل الحكومة لمواجهة التحديات الواردة في البيان المالي وضبط عمليات المصارف وتحويل العملة. نظمت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة مدير إدارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن، وتأتي هذه الوقفة تحت شعار الحقوق تنتزع والفساد يقتلع.
استجابة لدعوة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، نظم العشرات من المعلمين وقفة احتجاجية تحت شعار الحقوق تنتزع والفساد يقتلع. أهم المطالب أول شيء هيكلة أجور، هيكلة أجور، تسوية، علاوات، طبيعة عمل، تثبيت المتعاقدين، إحالة بعض العمال اللي المفروض خلاص يكونوا تقاعد، وتوظيف موظفين جدد، إقلال الفساد أو إحلال الفساد، خلاص لازم نقتلع الفساد، الفساد مستشري بالتربية من وإلى. 4 سنين وعدونا بالكذب، يعني الفتوا لحال المعلم، معلم 2011 راتبه 53، لديه أبناء يدرسون في مدارس في جامعة، يعني ما لا بيوت علمنا، ما لا يا ربي بطاط بعنا، ما فيش حاجة اللي صلحنا، بس ما خلاص إمكانياتنا محدودة، أزواجنا عساكر بعد 4-6 أشهر يستلموا رواتب، يعني نحن وصلنا للجوع داخل البيوت. المحتجون طالبوا بإقالة مدير مكتب التربية والتعليم بالعاصمة كخطوة تصعيدية أولى، متهمينه بالفساد. وسبق هذه الوقفة وقفة أولى كانت أمام القصر الرئاسي قبل أقل من أسبوع للمطالبة بتحسين أوضاع المعلم والتعليم. حان الوقت أن يقتلع الفساد في مكتب التربية وفي مكاتب التربية في المديريات. رسالة المدرس كبيرة وحقوقه ضايعة، ولابد من هذه الوقفة، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى المحافظ لاختلاع أس الفساد في مكتب التربية وهو مدير مكتب التربية في المحافظة. هدفنا الأول في نقابة المعلمين التربية الجنوبيين أنه تصحيح التعليم في عدن، يوجد فساد، يوجد ظلم على المعلمين، يوجد معلمين يستلموا رواتبهم الرغيبي وهم مش موجودين، واليوم الرغيبي هرب من هنا لم يقابل أحد وادها الباب. رحنا سنثبت اليوم بعد بكرة حتى إقالته، لن نتراجع حتى إقالة الرغيبي لأنه سبب الفساد في عدن. المعلمون كانوا قد أعلنوا عن تعليق الدراسة والإضراب العام لحين تحقيق مطالبهم، ما اعتبره البعض تعطيلا للدراسة وله انعكاسات سلبية على مستقبل الطلاب والتعليم بشكل عام. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. مدارس النهضة في محافظة أبين تكرم أوائل الطلاب المتفوقين. أهلا بكم مرة أخرى. ناقش مجلس جامعة عدن في اجتماع دورته 5 من العام الجاري عددا من القضايا المتصلة بالارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية في كليات الجامعة. وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية في جامعة عدن بخصوص الجمعية السكنية والتأمين الصحي لموظفي ومنتسبي الجامعة، إضافة إلى التحضيرات الجارية للسجل الإلكتروني الجامعي والحلول والمعالجات المناسبة لتجاوز أي معوقات بهذا الصدد. استقبل أبناء محافظة مأرب قافلة المساعدات الغذائية المقدمة من المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في المحافظة، وثمن الأهالي جهود العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي وحرصه على أن توسع الخلية الإنسانية أعمالها وصولا إلى الأسر المستهدفة خارج الساحل الغربي، مؤكدين أن دلالات قافلة المساعدات تذهب إلى أبعد من قيمتها المادية كونها تجسد مدى إيمان العميد طارق صالح بوحدة الصف الوطني. ناقش المكتب السياسي للمقاومة الوطنية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن العديد من المواضيع المتعلقة بالدور الذي يطلع به البرنامج في مناطق الساحل الغربي. وأشاد رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الشيخ ناصر باجيل بدور المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم سخي للشعب اليمني. ومن جانبه عبر مدير مكتب البرنامج السعودي في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة أحمد المدخلي عن ارتياحه بما شاهده من نجاحات ملموسة في تطبيع أو في إعادة تطبيع الحياة، وعلى وجه الخصوص تشغيل كهرباء المخا.
كرمت مدارس النهضة الأهلية النموذجية في محافظة أبين أوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 2021 و2022. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير. نظمت مدارس النهضة الأهلية النموذجية بمحافظة أبين الحفل الخامس لتكريم أوائل الطلاب للعام 2021-2022، وذلك ضمن البرنامج السنوي لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين. اليوم عملنا حفل ختامي سنوي لتكريم كوكبة من الطلاب المتفوقين والمتفوقات في هذا الصباح الجميل، الذين كان لهم الأثر البالغ بالاجتهاد والمثابرة خلال العام الدراسي هذا، وكان حقا علينا أن نكرمهم وأن نشد على سواعدهم، فهم يستحقون منا كل هذا الجهد وكل هذا الشكر لما بذلوه خلال العام الدراسي 2021-2022. هذا وتحلل الحفل التكريمي فقرات عدة برز من خلالها مستوى حجم الإمكانيات والتنظيم والانضباط الإداري والذي تتميز بها المدارس والجامعات الخاصة عن الحكومية. طبعا ما رأيتموه اليوم هو جهد وثمار عمل دام أكثر من شهرين على التوالي، نربط الليل بالنهار للخروج بهذا المخرج الجميل الذي رأيتموه اليوم. كان هناك لجنة مميزة مشرفة على الحفل. أشعر بسعادة غامرة في هذا اليوم لتخرجي من الطلاب الأوائل، وأشكر مدير المدرسة وعلى هذا الحفل الجميل. ولعل ما دفع بالناس نحو المدارس والجامعات الخاصة هو تردي العملية التعليمية الحكومية من عدة نواحي، أبرزها الانضباط الإداري وقياب الوسائل التعليمية المتطورة التي تميزت بها المدارس الخاصة. نعبر عن إعجابنا بالتنظيم والإعداد للحفل، لكن بالمقابل يجب أن يكون هناك تنسيق مشترك بين التربية والتعليم وبالمدارس الحكومية وأيضا المدارس الخاصة. الحقيقة ظروف الشعب الجنوبي لا تتحمل أعباء الكاملة من الرسوم، ولهذا نؤكد على ضرورة التنسيق المسبق بين المدارس الحكومية أو بين مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ووزارة التربية والتعليم وأيضا المدارس الخاصة والانضباط والالتزام. الفرق ما بين المدارس الخاصة والمدارس العامة في محافظة أبين هو التمويل والدعم. المدارس الخاصة تحصل على التمويل وعلى دعم واهتمام، حتى للأسف شديد مكاتب التربية والتعليم في المديريات تهتم بالمدارس الخاصة وأهملت المدارس العامة. طبعا نحن ندعو إلى أن يكون المدارس الحكومية ومدارس التعليم بكل نفس الاهتمام ونفس الرعاية. أكثر الطلاب الخريجين المتفوقين الذي حصلوا على المراكز الأولى في المحافظة كانوا من المدارس الخاصة. برز دور المدارس والجامعات الخاصة في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بعد تراجع العملية التعليمية في القطاع الحكومي، والذي شهد تدهور كبير منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعاء. لقناة الغد المشرق عثمان عامر، أبين. إلى العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يؤكد أنه بادر سريعا لاحتواء أحداث شبوة وقطع دابر الفتنة، ويعلن تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث. هدوء في عاصمة شبوة عتق بعد إنهاء تمرد الإخوان، والمواطنون يعبرون عن فرحتهم بعد دحر القوات المتمردة. معركة شبوة مخطط إخواني انتهى بقمع التمرد وإفشال مخططاتهم للسيطرة على المحافظة. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوية.com وتابعونا أيضا عبر تطبيق نبض الإخبار. إلى اللقاء.